تيار يا بلادي أصدر بيان البارحة وفي نقاط غاية في الأهمية. يا شباب لو تعطوني البيان الله يرضى عليكم من سيرة الثاني خلينا نقروه. طبعا تيار يا بلادي لما لأن تيار يا بلادي يعيش في قلب المعركة، وإن كان لا يصدر بيانات حسب الطلب، لأن أحيانا بعض الأحزاب ناشطة ما شاء الله وكل حدث يصدر فيه بيان، لكن لا، تيار يا بلادي المكتب السياسي فيه يعني لا يصدر بيانات حسب الطلب أو أنه يتبع في الأحزاب الأخرى، لكن حسب ما يراه. وبيان البارح بشأن انتخابات رئاسة مجلس الدولة يعني أصدر بيان ووضع فيه النقاط على الحروف، ولأن تيار يا بلادي ما هوش متاع كوليس ومتاع مناصب، ولأن تيار يا بلادي نعم هو يعني برئاسته وأعضائه وسياسيه وفروعه ومناشطه يتابع الأحداث، لكن ليس من الذين يساومون ولا عندهم مطامع قريبة ولا متاعين كوليس. وتيار يا بلادي ما لا يغرد خارج السرب، وتيار يا بلادي ما هوش اللي يعني هم كله أن يحصل عظيم قرقدة، لا، تيار بفروعه الكبيرة وبوجوده في قلب الحدث، واللي يهمه هو ان 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 يكون موجود حسب قناعاته وحسب مبادئه وحسب الرايه التي يحملها. نقرا لكم شويه. ايمانا واعتقادا، بسم الله الرحمن الرحيم، ايمانا واعتقادا منا باحقيه الشعوب في تقرير مصيرها وانها هي الاداه الرقابيه الحقيقيه التي يجب ان تقوم معوجة من المشهد السياسي، ويقينا منا بأن الحقوق تنتزع ولا تهب، وانطلاقا من مبدأ العدالة الذي هو حق طبيعي لكل إنسان، وجزما بأن الخنوع والخضوع هو المعول الرئيسي في تقويض بنيان الأمم، وهو السبب الأساسي في صيرورتها في ركاب المذلة والمهانة. وبناء على ما سبق فإننا نؤكد على التالي: نؤكد أن ما جرى اليوم في انتخابات رئاسة مجلس الدولة لا يمثل حقيقة الانتخابات التي يطمح إليها شعبنا الكريم، وذلك من خلال الاقتراع المباشر من الشعب باختياره ممثليه ونوابه، فقد انتفض شعبنا على الدكتاتورية والاستبداد من أجل إقامة الحق وتحقيق العدالة في التداول السلمي على السلطة. وفي نفس سياق السعي لتحقيق ثمرة جهاد ونضال شعبنا الكريم، فإننا ندعو كل أبناء الشعب الليبي للدعوة بقوة لتبني مبدأ محاسبة كل المسؤولين قبل مغادرة مناصبهم وممارسة مزيد من الضغط الشعبي لإرساء هذا المبدأ وتطبيقه على كافة أفراد الشعب دون تمييز. ونتقدم بالشكر الجزيل لكل أحرار المجتمع المدني الذين كان لهم الدور الأبرز في إزاحة المتشبثين بالسلطة، وذلك من خلال استمرار مظاهراتهم السلمية ومطالباتهم المتواصلة وظهورهم الإعلامي المستمر الذي أسهم بشكل كبير في رفع الوعي وإرساء مبدأ التداول السلمي على السلطة. ندعو كافة أطياف الشعب الليبي الكريم للانضمام لأحرار المجتمع المدني المثابرين، وذلك لمواصلة المسير حتى يتحقق حلم الليبيين في الوصول لانتخابات برلمانية تنهي عمل مجلسي النواب والدولة، وتمكن الشعب الليبي من اختيار من يمثله وينوب عنه. كما ندعو المجلس الرئاسي
شوفوا النقطة هذه. كما ندعو المجلس الرئاسي للاطلاع بدوره والوقوف إلى جانب مطالب الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات نيابية، وذلك بتجميد عمل مجلسي الدولة والنواب. نطالب المفوضية العليا للانتخابات بتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2012 لإجراء الانتخابات على أساسه إلى حين الاستفتاء على الدستور والوصول إلى حالة الاستقرار الدائم. حرر في طرابلس الأحد 6/8/2023. يعني تيار يتكلم بصوت الشعب، تيار ما هوش متاع تحلبيد ومتاع كوليس ومتاع يدور في صورة يلتقطها في جنب فلان ولا علتان، ولا يدور في مناصب هيك عظيم يقرقدة. مناضلين تيار يا بلادي فيه وجوه مناضلة، الواحد منهم الواحد يوزن آلاف من جماعة الكوليس واللي يدوروا في عظيمات يقرقدوهم، واللي لا طعم لا لون لا رايحة. في عهد القدافي موجودين وبقوة، في المجلس الانتقالي اي نعم اطلب خود، المؤتمر الوطني اي نعم غير ارضوا علي وحطوني وحاضر، في حكومة علي زيدان اهلا وسهلا، بوشاقور قبلها المحاولة متاعها يا مرحبتين، بعدها عمر الحاسي غير تعال، خليفة الغويل يا اهلا وسهلا، السراج اني ابوكم، عبد الحميد الدبيب اني ابوكم. في ناس هيك حياتهم، لا ما عندهاش توجه واضح. اليوم كان تو مش هو محصل عظيم مع في حكومة عبد الحميد الدبيبة، غدوة لو ينقلبوا ناس على عبد الحميد الدبيبة مستحيل تسمع يقول كلمة حق في حق المهندس عبد الحميد الدبيبة، بالعكس يركب الموجة مع اللي جاي جديد اللي خديه منا هو أبونا. تيار يا بلادي ما هوش من هؤلاء. تيار يا بلادي عارض السراج 5 سنين، وتيار يا بلادي في شعب بني هاشم، يعلم الله شن صار في رجال تيار يا بلادي، ولم والله 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 السراج كان مستعد هو ومجلس الرئاسي يعطونا السفرات ويعطونا اللي قال أنا يا راجل ما دخلنيش، وقلت لكم اللي قاعمز معاه فلان وفلان عوض عبد الصادق وعبد الفتاح الشلوي وعبد الفتاح اللبيب ثلاثتهم أحياء، وش اللي عرض السراج عليه، وأنا ايش اللي عرض معيتيقة ويسمع فيا الآن. يجي واحد توا لا طعم لا لون لا رايحة يردح مع اللي يردحه بيتكلم ولا ينتقص من تيار يا بلادي لأن خدي موقف ودار بيان زي هذا؟ إيه نعم، نحن مع الانتخابات ونحن ضد مرحلة انتقالية أخرى ونحن ضد حكومة انتقالية أخرى، هذا موقفنا في تيار يا بلادي. يعلم المهندس عبد الحميد الدبيبة ويعلم غير المهندس عبد الحميد الدبيبة، نعم. وإحنا لما واقفين مش لأن عبد الحميد الدبيبة يعطي فينا في مراصب ولا لا، لكن يعلم الله. اي نعم احنا وقفنا ضد الانقلابات على عبد الحميد بيبة لاننا نريد ان نذهب الى انتخابات مباشره. عندك حاجه ضد عبد الحميد بيبة؟ وين المجلس النائب العام مفتوح؟ ولذا تيار يا بلادي لا يساوم على مواقف تيار يا بلادي، بالفعل تيار احرار واللي فيه كلهم احرار ومن رجال فبراير الحقيقيين، وحتى الذين التحقوا في فبراير في اللي تيار شعبي هذا، كل من يؤمن بمبادئ أهلا وسهلا. احنا نتكلموا على مبادئ وقواسم مشتركة، ما نتكلموش على رجال ولا شخصيات.